أرحب بكم. ماذا يحدث في الجنوب؟ هو السؤال الأكثر شيوعاً والأكثر تردداً دون ما إجابة صريحة وواضحة. فبالرغم من أن آلة القتل تحصد الجميع هناك، إلا أنه لا حراك حتى الآن لإنقاذ الجنوب. فهل هو صراع القبائل يعود ويتجدد؟ أم هي بوادر الاحتلال تظهر؟ وهل هو نزاع لأجل النفوذ القبلي؟ أم هو مخطط استراتيجي تنفذه أياد أجنبية؟ أم أنه نفوذ الكرامة ينتقل من الشرق إلى الجنوب يسحب البساطة من تحت شرعية الرئاسي فيه؟ صراع الجنوب بين النزاع الداخلي والمخطط الأجنبي هو عنوان حلقتي بين رأيين لهذه الليلة. أرحب بضيوف الكرام، السيد حسين كويوي من قبائل الطوارق، والسيد رمضان وردكو من أعيان التبو. نبدأ بعد الفاصل. إذن أهلا بكم مأسرة المشاهدون. صراع الجنوب هو عنوان هذه الحلقة من بين رأيين. فقط أذكر الضيفين الكريمين كالعادة أن مدة الإجابة على كل سؤال موجلة تسع الثلاث دقائق. وأبدأ مباشرة بالسيد حسين كويبي. سيد حسين، أنا أرحب بك عبر النبأ لأسألك، من أي زاوية تنظرون أنتم كقبائل تابو وحتى أولاد سليمان أو غيركم قبائل الطوارق بالتحديد، تنظرون للأحداث القائمة الآن في الجنوب، وهل هي يعني صراع قبلي أم بوادر لاحتلال الجنوب الليبي كما ترون؟ سيد حسين تسمعني؟ طيب أسمع فيكم. تسمعني سيد حسين؟ طيب، لعلي أنتقل مباشرة للسيد رمضان نوردكو أحد أعيان التبو. سيد رمضان أرحب بك، كيف تنظر حضرتك إلى الصراع الذي يجري الآن في الجنوب؟ هل هو صراع قبلي أم أنه يتعدى الأمر القبلي إلى دعاوى الاحتلال؟ المهم الصراع الحاصل توا حاليا في الجنوب هي لها مبادر أكثر ما هي مالية ولا شيء حاجة أخرى. الصراع اللي حاصل في الجنوب هي صراع سيطرة وصراع بقاء، والخلف الصراعات الحاصلة في الجنوب هذا الشخص اللي يسمى علي زيدان اللي يسعى إلى إنشاء حكومة ولا إلى يسعى إلى ينشئ منطقة جنوبية خاصة. وطبعا اللي طبعا اليد الأول واليد الأخير اللي ساعد في تأجيج الموضوع هذا قبائل أولاد سليمان. وطبعا نحن تبو بصفة عامة ما عندنا إشكالية مع أولاد سليمان، اللي دي إشكاليتنا كلها مع أولاد سليمان اللي جايين من التشاد واللي جايين من النيجر، لأن جميع الكوادر أولاد سليمان ومسؤولين كتائبهم أكثرية كلهم من التشاد ومن النيجر. أقرب مثال عندك حامد الخيالي مواليد تشاد، حميد العطيبي مراجع العسكري مواليد تشاد، مسعود جدي اللي كان يحارب مع قوات معمر في البريقة واللي توا دارينا آمر رجع قوة الردع مواليد النيجر، بحر الدين مواليد تشاد، منصور الأسود مواليد تشاد. أعظم الكوادر كلهم يمثلوا دول أخرى في الدولة الليبية، يعني هضمهم هم اللي يسعوا، هم العرقلة الوحيدة أمام قبيلة تبو، لأن قبيلة تبو هي الوحيدة التي لم تقبل المساومة من أجل ليبيا، الإفراط في الأمن ليبيا، لذلك هم كلهم يسعوا إلى تأجيج هذا الأمر. وأما عن المواضيع اللي يحكوا يقول لك قوات أجنبية وغيرها من الأمور، خليهم يمشي يسألوا خليفة في قوات في ولا ما فيش. هذا من الرايات اللي هم خاصة طبعا منطقة الشرقية. وطبعا في منطقة جنوبية معروفة في طوار في خضر معروف الموضوع هذا. أما أولاد سليمان معروفين كانوا هم مع النظام السابق وهم اللي كانوا يحاربوا وهم اللي أجوا في الموضوع، بعدين هم قعدوا متسلقين على أساس هم الطوار وبدأ يهاجموا
في القبائل الأخرى من ضمن قبيلة القداس على أنهم أزلام، وبداية هاجموا كذلك المناطق اللي في قبائل التبو، وجميع الموجودين طبعا بصفة عامة مصلحة الأحوال المدنية في الجنوب تم صرف الأرقام الإدارية خاصة لأولاد سليمان مش الأرقام الوطنية. لأن الأرقام الإدارية هذه تصرف معروفة المن. نعم طيب. وهم طبعا هم اللي أجوا في الصراع ويسعوا إلى إدخال أجانب من خارج يعني سيجر. أولاد سليمان ونحن طيب أولاد سليمان في نظرك هم الذين أدخلوا الأجانب أو الجنسيات المختلفة وجنسوهم ليقاتلوا قبيلة التبو، هذا ما تريد أن تصل، وهذا هو صلب الصراع الموجود الآن في الجنوب في سبها، ليس كذلك؟ نعم نعم. بوضح لك نقطة أخرى، قلت لك نحن أولاد سليمان في عنده بيوت معينة شريدات ومياترة عظميات بصفة عامة كلهم حتى أرقام وطنية ما عندهم. طيب. اللي بيجي لمولاد سليمان معروف تماما، وبعض البيوت الأخرى عظمي ما عظمي نقعدوا مع بعضنا. طيب خليني أنتقل واللي علينا عليهم. طيب سيد رمضان خليني أنتقل للسيد حسين كويوي. سيد حسين يعني استمعت لكلام السيد رمضان وردكم منذ قليل وهو يتهم يعني قبائل سليمان بأنهم الذين أشعلوا نار الحرب هناك، يقول أنها أيضا تسعى لتجنيس قبائل سليمان، يسعون لتجنيس شادية ونيجرية وفعلوا ذلك بالفعل، يعني هذه الحرب افتعلها أولاد سليمان، وبالنسبة لقبائل التبو ليس لهم إلا أن يدافع عن أنفسهم. تفضل. أولا شكرا لك وشكرا لضيفك السيد رمضان وكل الإخوة، وأيضا نشكر قناة النبع على إتاحة هذه الفرصة على رأب الصدى الذي تعانيه منطقة الجنوب وإقليم فزان بصفة عامة. أعتقد أن لا تعليق عما قاله السيد رمضان بشخصنة الأمور والرجع إلى من هو المواطن الأصلي في ليبيا ومن هو المرتزق ومن هو من دخل ومن خرج، أنا بصفتي أتكلم على دور الطوارق في النزاع القائم الآن في الجنوب ما بين قبائل التبو إخواننا كذلك قبائل أولاد سليمان حتى هم أيضا جيراننا ولهم منا كل الاحترام. نحن نتمنى يعني كل يعني على المبادرة التي يعني ما زال الطوارق يرددونها هي الاحتكام إلى العقل والأعراف الاجتماعية وإبعاد وقطع الطريق على كل من يريد زعزعة عمل استقرار الجنوب. أما إذا نحن رجعنا إلى تشخيص الأمور والدفاع عن شخص أو الدفاع عن قبيلة على الأخرى هذا لن يأتي بمصلحة أو مصلحة الدولة الليبية بصفة عامة. نحن نعلم أن الجنوب اليوم يعاني من أزمات، يعاني من حلول مؤجلة، يعاني من عدم وجود كوادر سياسية تستطيع الحفاظ على استقرار طيب. إقليم فزان. أيضا مسألة التبو والذي يعانونها الآن هذه مسألة كان الأجدر أن ينظر إليها بعين الجدية. أعتقد أن لديهم عدة مطالب بالناحية الحقوقية ولم طيب. يشاهدوا أي ردة فعل داخل الدولة الليبية على أن التبو يحق له ما يحق للأسود باقي الليبيين. أيضا قبائل أولاد سليمان لهم رمضان أذكر سمحت نحن نتحدث عن التبو ولا حدود دولة أخرى، نحن نريد أن نتحدث عما يحدث في الجنوب في نظرك، نريد أن توصف لنا ما في الجنوب. السيد رمضان قالها بصراحة، قال أن أولاد سليمان هم الذين اعتدوا علينا، هم الذين يريدون تجنيس الجنوب والسيطرة على الجنوب. أنت من خلال نظرتك هل توافقه؟ هل ترفض هذا الكلام؟ وصف لنا حال الجنوب من خلال ما تنظرونها أنتم كطوارق أو حتى أولاد سليمان الذي أعتقد أنك جئت يعني تنقل رؤيتهم. هو بصفة عامة أعتقد أن الجنوب لا يختص فقط بقبائل ولاد سليمان أو التبو أو الصراع الحالة، أعتقد أن المشكلة هي كلها نعاني نحن منها كلها سواء كانت هناك أجندة داخلية أو أجندة خارجية. أنا لا أستطيع أن أعطي رد يعني قد يضر على قبيلة على قبيلة أخرى. كما قلت لك بالسابق نحن كمجلس قبائل الطوارق ما زلنا منحدين على أن يكون هناك حلول. وأيضا لرد على سؤالك قامت الكثير من قبائل في سبها ب يعني دور تفعيل وقف إطلاق النار لكي يكون هناك حوار جيد لوضع حلول والرجوع إلى الاتفاقية لوقف القتال ما بين قبائل التبو وأولاد طيب سليمان. أنا أبرر السؤال بطريقة أسهل، أنت تحاول أن تكون حيادي، أنت تحاول أن تكون حيادي وتتوسط الجميع، أنت تحاول أن تكون حيادي وتتوسط الجميع.
هل الذي موجود في الجنوب جيد. هو احتلال أم صراع قبلي؟ مجلس قبائل الطوارق من يحاول أن يكون انحيازي في هذا الصراع؟ هل هو احتلال أم صراع قبلي؟ هل هو احتلال أم صراع قبلي؟ رجل قال يعني لكي تكون النقطة إيجابية ويكون ردي على جوابك جيد، هو جيد تمام أنا فهمت سؤالك، هو بصراحة يعني هو صراع قبلي بدرجة أولى، لكن لا نريد أن يتأجم ويكون صراع أكبر مما هو. الصراع الدار في منطقة سبا ليس إلا هو صراع قبلي ما بين قبيلة ولاد سليمان والتبو، ولكن نحن كما أشرنا في السابق أن هذا الصراع نحن نرفض كاملا بمنطقة سبا كذلك في الجنوب أن يرجع على اتهام الجيش، نحن من قبائل الأولى في إقليم فزان. طيب صراع قبلي كيف؟ كيف 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 يكون صراع قبلي؟ طيب خليني معك سيد حسين، كيف يكون صراع قبلي وهو يتهم أولاد سليمان بتجنيس أبناء من النيجر وتشاد؟ كيف يكون صراع قبلي؟ الرجل يتهمكم يتهم أولاد سليمان يعني بأنهم جاءوا بالأجانب، وهي نفس الدعوة التي يتهم فيها أولاد سليمان وتبو. جيد انظر يا أخي، نحن كمواطني سبها هذه التهم ما زالت متبادلة سواء كانت منهم أو من الطرف الآخر، لكن هل هناك دلائل؟ إذا كان الأحقية في هذا السؤال والرد الجواب هذا السؤال يعطى إلى الدولة، ليس الدولة هي من تستطيع احتكام العقل والسيطرة على الصراع الدائر الآن والنظر إلى من هو المواطن الليبي بكاملية حقوقه المدنية، لكن أن يقال تبوا جايبين من مرتزق من برا وأولاد سليمان حتى هم جاء هذا السؤال، حتى وإن كنت أنا نحن كأبناء سبها نعرف أن هناك أجندات داخلية في سبها، كذلك هناك قوات ليست من ليبيا هي أيضا خارجية، لما لا يكون السؤال كيف دخلت؟ طيب سيد حسين يدخلها؟ طيب سيد حسين خلينا ننتقل مباشرة لسيد رمضان، يعني سيد رمضان أنت تتهم سليمان بتجنيس وهو يطلب منك الدلائل، على الأقل أخذنا منه هذه الكلمة هو يطلب منك الدلائل، لكن أيضا ما هو ردك على السيد الخيالي عميد بلدية سبها وهو يقول في تصريح له أن مطار سبها تم احتلاله من قبل مجموعة مسلحة ليس لها أي علاقة أو صلة بليبيا، مضيفا أن شهود عيان قالوا بأن هذه القوة تحمل أعلام دول أفريقية وهم مسلحون بأسلحة ثقيلة وخفيفة متوسطة، وأنتم كتبوا متهمون بتأييد هذا العمل لأنكم أنتم أصلا من دخل إلى المطار. تفضل. طبعا يا سيد يوم نحن بدأت المصالحة بدأت المبادرة على أساس قلنا الجيش يمسك المواقع الحيوية داخل مدينة سبها، بعدين نتفاجأ نلقى أن الموجودين داخل المطار وداخل كتيبة فارس مجموعة من قبائل أولاد سليمان الغير الليبيين. فاللحظة هذا ياهي لما نلقى واحد جاي من برا ليبيا، داهي سلماني ما في مشكلة بس مواليد من تشاد ولا من النيجر أجنبي جاي من برا يمسك المطار وأنا الليبي نبقى راقد ونضحك عليه. كيف عرفت أنه ليس ليبي؟ ما عندهمش أي إثباتات أي هوية، والدليل على ذلك جميع اللجان وجميع الحاجات فقط الحقائق اللي جاءوا من منطقة الشرقية منطقة الغربية جاءوا بدو من أي منطقة أي مناطق اللي قاعدة فيها قبائل التبو من سبها إلى تجري جابوا وشافوا كل حاجة وشافوا جميع المواطنين تعتبوا كل حاجة وضحنا لهم ما فيش حاجة تخبى عليهم، وهذا دليل واضح أن ما فيش حد من اللجان سواء من المنطقة الشرقية ولا المنطقة الغربية قال أن تبوا لديهم أفراد خارج ليبيا ولا شيء حاجة أخرى. أولاد سليمان هم الوحيدين رفضوا أن حد من اللجان. السيد الخيالي يقول لك من دخل، السيد الخيالي يقول لك من دخل مطار سبها ليسوا ليبيين وعلام تشاد وعلام دول وعلام فصائل انفصالية أفريقية، وأنت الآن تقول الآن ليس تبو كلهم ليبيون، من الذي دخل المطار؟ ليست قوات تابعة للتبو، وبالتالي الحصيلة أن من الذي رفع الأعمال هو الإعلام هم هؤلاء. يا سيد أنا لم أقل لك أن التبو كلهم مش ليبيون، التبو الموجودين توا حاليا كلهم ليبيين بصفة عامة، خوضا من سابع عن تجري ما فيش واحد تباو كان تباو من تشاد قاعد في تشاد توا حاليا كتبوا مع الدولة الرئيس الشاب خليهم يطالبوا بالتابو الموجودين غادي ولا التابو الموجودين في النيجر، نحن ما نسمح ان حد ان شاء الله كان تباوي كان خارج ليبيا ولا شي حاجه يبقى جنسيته خاطئ ليبيا يجي يوقف انا ياهي. وطبعا الخيالي هذا ياهي هم متحشمين اصلا يقولوا من لان اللي جاوا اللي قاعد جوا هم عويل شباب صغار من قبل التابو، نحن طبعا الكبار والله اللي جماعه الاعدال ما تحركنا عن توا
إلا نشوف الوضع كيف ماشي. الوحيدين اللي تو تحركوا وعندهم مساعي يجرى الموضوع هذا قبيلة الحساونة في تبع. يعني أنت ترى صراع ليبي ليبيا جميع يعني أنت طيب. الموجودين في تبع ما يقدروش يتكلموا، ما يقدروش ينطقوا حتى بكلمة واحدة قدام أولاد سليمان. طيب هل تنفي من عميد إلى غفير إلى غفير وأنا تلقى واحد يشتغل هل تنفي الاستعانة طيب هل تنفي استعانة قبائل التبو، هل تنفي استعانة قبائل التبو بقوات مرتزقة أفريقية في حربها الدائرة الآن؟ هذا مستحيلة. دليل واحد وين هم كلنا تكلم نحن تبو ما تتعاملوا بالأقوال إكو خلاص بالأدلة. كان في حد أنا مستعد أي حد سواء من شرق ليبيا ولا من غربه يجيب لنا دليل ان تبو استعانوا بقوات افريقيه ولا قوات مش عارف شنو. هذه شماعه واضحه لان تبو هي الحاجز والمانع قدام هالقبائل وقدام الشراب ما دام نجاهي. طيب خليني انتقل للسيد. طيب هل انقل كلامك هذا للسيد حسين؟ يعني سيد حسين استمعت ابتداء لكلام السيد رمضان وانكم يعني حتى قبائل التبو او القبائل الاخرى قبائل طوارق عفوا او القبائل الاخرى لا تستطيع ان تتحرك وتتكلم امام قوه اولاد سليمان. هذا الكلام بمعناه ايضا قال السيد آدم دارزي عضو حكماء التابو في تصريح له لقناة الرايج يقول إن قوات اللواء السادس اسمعني من فضلك يقول إن قوات اللواء السادس تحاول استغلال الإعلام لترويج إشاعات بوجود قوات أجنبية مثل ما قالك نحن ليس عندنا قوات أجنبية، أنتم ما عندكم قوات أجنبية أو أولاد سليمان الذي من المفترض أنك تدافع عنهم اليوم. أيضا يعني انظر ما قاله سيد إبراهيم عثمان عبر بوابة أفريقيا واحد حكماء قبائل التابو يقول لك أن أولاد سليمان يسعون للسيطرة على الجنوب وأنتم أيضا لا تستطيعون أن تتكلموا أمامهم. تفضل. أولا وصلت فكرة. أولا كل الأحداث الصراعات والمشاكل يعني من الجنوب يعني أولا لما لها عدة خلفيات. أولا تبدأ بصراع قبلي وبعدها إلى صراع سياسي وبعدها يتم استغلال هذا الصراع لعدة جوانب، لكن نعلم أن حينما يتم استغلال هذه الصراعات سواء كانت قبلية وبعد تجددها أن تصبح صراع سياسي وتأخذ منه بعض المصالح أعتقد أن تستفيد منها الحركات الأخرى اللي هي خارج نطاق الدولة الليبية والتي دائما تكون لطالما كانت على الحدود منها تستغذي من هذه الصراعات وتستغذي من الصراع القبلي وتكون داخل الدولة بعدها. أنا لا أستطيع الآن أن أعطيك تدقيق أو رد جيد إذا كانت قبائل التبو تتهم أولاد سليمان أو قبائل سليمان تتهم التبو. نحن ما نراه أن نقول بعد احترامي للسيد رمضان أتمنى من جميع إخواننا يعني عدم الرد أو عدم إعطاء أن القوة اللواء السادس هو لواء مرتزقة، هذا لواء جيش به أرقام عسكرية به جميع قبائل لكن يقول لك أنه هو لواء مرتزق يقول لك أن من فيه مرتزقة أولاد سليمان النيجر أولاد سليمان من التشاد هو يقول لك هيك لا أنا هو لا ينكر هذا الأمر. أنا من يتحدث إليك كون السيد حسين كويوي والمتحدث باسم المجلس الأعلى لقبائل الطوارق نرى أن اللواء السادس هذا جيش. أما شخصنة الأمور القبلية وإعطاه إلى الرد الجيش هذا خطأ وسيؤزم الصراع. يجب نعلم أنا من يكلمك يعني كطوارق بصفة عامة عانينا أكثر من الرجل يقول لك نحن عندنا إثباتات أن هذا اللواء ليس ليبي يقال أن هناك عدة صعب لا لم تعطى جيد اللواء ليس ليبيا لا تعطى لم نراها للإعلام ولم نرى أي لجنة تقص للحقائق عما يصار ولكن أنا أؤكد أن ما يعانوه التبو نعانوه نحن أيضا كطوارق. طيب يعني سيد حسين يعني أننا من نيجر وهذا اليوم التبو أيضا يعانوا من هذا لحظة لكي أوضح فقط لحظة نحن كطوارق في الدولة الليبية عانينا أكثر مما عانوا التبو. النظر إلى العنصرية أنتم من مالي أنتم من نيجر إذا من يسكن الصحراء ليبيا إن لم يكن قبائل التبو. طيب لك حضرتكم يعني قبل هذه الحلقة ونحن معكم في الإعداد يعني قبل هذه الحلقة والإنتاج معكم في الإعداد كنتم تقولون حضرتك كنت تقول أنها جيش يقابل احتلال. سيد حسين دعني أوجه لك هذا السؤال لأن هذا سؤال صميم في ضيافتك. دعني أنا أوجه السؤال ثم تجيبني من فضلك لو سمحت. لكي أكمل أردي ستكمل لكن هذا الكلام مفصلي معك هذا الكلام مفصلي معك سيدي من فضلك استمع إلي ثم أرجع إليك حتى لا أقطع عليك الاتصال حتى لا أقطع من فضلك سيد حسين اسمعني سيد حسين. سيد حسين حضرتكم قبل البدء في هذه الحلقة مع الإنتاج كنتم تتحدثون أن من يقابل التبو أن المعركة في الجنوب هي معركة جيش مع احتلال. الآن على الهواء أنت تغير رأيك
يعني وضح لي الصورة على الأقل حتى أكون أمام المشاهد بشكل واضح. يعني أنا أورد أنا وضحت مرارا وتكرارا أن الصراع الدائر في الجنوب هو صراع قبلي، لكن هناك الكثير من الرأي العام والرأي والكثير من السياسيين يتداول الموضوع على أنه صراع ما بين قوة عسكرية وقوة داخلية. صحيح حضرتك قلت احتلال قبل الحلقة، ولا تعطى للتبوة، التبوة يعني ولا تعطى لأولاد سليمان ولا تعطى لهذا وهذا. حضرتك يعني أنا حقيقة يعني حضرتك قلت احتلال قبل الحلقة، الآن تغير رأيك. حضرتك كنت تقول أن هناك احتلال قبل الحلقة واحتلال من التبو التشادية والنيجرية، اليوم الآن تأتي إلى الحلقة وتقول لا، تقول صراع قبلي. لكن لم زيد، أنا قلت أن هناك احتلال من قبل حركات خارجية، ونعلم كلنا أن حدود الليبي غير محمي، لذلك ليست أي حركات أو أي احتلال يدخل إلى الدولة الليبية يسمى على قبائل معينة. يجب إعادة النظر، إذا كانت هناك تبادل التهمة بين كلا الأطراف يجب أن تكون هناك لجنة لتقصي هذه الحقائق وعدم تأزمها. نحن ما نرى في الجنوب اليوم سيزداد الأزمة مرار. طيب خلينا ننتقل للسيد، خلينا ننتقل للسيد رمضان، خلينا ننتقل للسيد رمضان. سيد رمضان، ما هو ردك؟ يعني الأسئلة اختلطت على بعضها كحال الجنوب عموما. يعني الآن يقول لك السيد حسين أن مسألة اللواء السادس وأنه مرتزقة هذا أمر غير موجود، وأن هذا جيش وطني ليبي، وبالتالي ما هي دلائلكم في مسألة أنكم تقاتلون ليس ليبيين، تقاتلون محتلين؟ تفضل. لا توا اللي توا جاي له السيد الفاضل هذا بارك الله فيه وشكرا، وحتى كلامه طيب، بس نقطه واضح ان نعرض فيه. توا هو قال اللواء السادس هذا اياه ولا شيء يقولوا له السابع هذا انه لواء حكومي. طبعا اسم اللواء اسمه حكومي، طبعا مش الافراد الموجودين جوا، اسمه اللواء حكومي لواء ليبي، بس الافراد الموجودين جوا أجانب. شن ينفع أنا نمشي في وسط الصحراء نقول هذه ليبيا وما بيش حد من مواطنين ليبيين؟ شن ينفع هذا من جميع. أنا مستعد ما نقول له فهو كان يدزوا لجنة بتاع حقائق، هو العملية فيها احتيال لك، فيها فتنة واضحة. فهو اللواء السادس ولا المسمى اللي قاعد يتابعه، مرة يقول لك نعم على الفجر، قصدي مرة يقول لك نعم على الكرامة، مرة يقول لك نعم على الوفاق. فهو حتى عقليا لك إياه فكرة عامة، قبيلة جميع قوادرها، جميع قادة تاعها، مواليد تاد، مواليد نيجر، إذا عمك حل الدول الأخرى تشادية ونيجيرية في وقت تابها هم اللي ماسكينها. هذا كلام خطير سيدي، يعني أولاد سليمان قبيلة ليبية متجذرة الأصل، أن تأتي وتقول أنها أغلبها من تشاد ومن نيجر، بالعكس هم يتهمونكم أنتم بأنكم تأتون بقوات. يا سيد، تفضل. أنا أرد على الكلمة اللي تو أنت قلتها، أنا قلت لك أولاد سليمان نحن ما عندنا مع مشكلة مع أولاد سليمان الليبيين اهتماما وغيره من بيوت الأخرى، حتى هم ما عندهمش مشكلة مع التبو الليبيين، حتى هم يقولك احنا ما عندناش مشكلة مع التبو الليبيين، عندنا مشكلة مع التبو النيجيريين والتشاديين اللي هم جاءوا يحتلوا في ليبيا. يا سيد الفرق اللي بيننا وبينهم، هم يقولوا ما عندنا مشكلة مع التبو الليبيين، وزي ما نحن نقول الفرق اللي بيناتنا وبينهم ان نحن جونا وفود من المنطقه الشرقيه وجونا وفود من المنطقه الغربيه، وشافوا ما فيش حد رد من هنا اياه وقال في وفود اجانب. بس اولاد سليمان بصفه عامه عمرهم لما جاهم لجنه داخل شوم لا في كتيبه تاعتهم هذه السابع ولا كتيبه تاع الردع، ما خشوهم لا شافوهم لا شيء. مش عارف ليش هم زي ما تقول جايين من غادي، صح هالفتن والوراء. طيب. كل علي زيدان، بس نحن صفة عامة قبل تتابه صفة عامة، حتى الآن نحن في وضع الدفاع. حتى أي حتى الأحداث اللي سيناها في تابة ولا المطار ولا شيء حاجة عن توا الشباب هم الموجودين فيها، لأن نحن نسعى إلى أن يتم الانتزاع هذا الفتيل. طيب من طيب 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 بس لا يتم هذا إلا عن طريق حاجة واحدة بس، كتيبة فارس يتم الموجودين فيها كلها. طيب عبر بوابة افريقيا، خلنا ناخذ التصريحات، خلنا ناخذ التصريحات. عبر بوابة افريقيا السيد ابراهيم عثمان وهو من احد قبائل التبو واحد عيانها يقول ان قبائل بلاد سليمان يحاولون السيطرة على الجنوب الليبي. طيب سؤالي البسيط جدا، ما هي مظاهر هذه السيطرة؟ انتم كتبوا كيف تنظرون الى قبيلة بلاد سليمان؟ هل تريد ان تتوغل؟ هل تريد ان تنفيكم من الجنوب؟ هل تريد ان تكون هي المسيطرة؟ اعطونا الدلائل على هذا الامر يا سيدي. أولاد سليمان بصفة عامة أول واحد لما جاء قائد للجيش في الجنوب اسمه محمد سيف النصر، هذا طبعا من البيت بتاعهم هم بصفة عامة،
واول واحد اللي رفع علم العلم الفرنسي على قلعه براك الشاطئ احمد سيكم ناصر. هم بيردوا الامجاد السابقه. وطبعا الامجاد بدل ما يردن الا عن طريق ان هم يستعينوا ان شاء الله ما ندري عليهم يستعينوا بامريكا يستعينوا مش عارف من. بس هم باقي القبائل كلهم اعطيني مظاهر اعطيني مظاهر كيف اولاد سليمان يريدوا ان يسيطروا على الجنوب. اعطيني دلائل يعني شنو دلائلكم في الموضوع هذا؟ شنو منعوا عليكم؟ شنو اخذوا منكم؟ شنو فرضوا عليكم؟ دلائل واضحه. تو جميع هم حاولوا تأجيز العديد من الفتن. جميع القبائل ما تقدرش تتكلم قدام اولاد سليمان الا قبيله تابو هي فقط. كل ما يجيبوا حاجه قبل تبوا تعطل فيه ما دام فيها ما فيهاش فايده. هذا هو. طيب هذه حننقلها سيد حسين يعني قبائل التبو يقولها لك رسميا ما فيش حد يقدر يتكلم ولا يستطيع ان يتحدث امام ولد سليمان الا التبو بما فيهم انتم الطوارق لا تستطيعوا. هذا يعني ايش؟ الرجل يوضح لك دليل الوضع. الرجل صريح جدا ليس كحضرتك مع احترامي الشديد غيرت رايك الان في الهواء. الرجل يتحدث بكل صراحه ويقول لك ولد سليمان احتلونا واحنا نرد عليهم. تشخص وجهه نظر خاصه بك انت يعني ليست لكل القبائل يعني. نعم أنا لما أخرج على الهواء مباشرة من تلقاء نفسي، أنا حينما أتحدث كلامي كذا موجود. أتمنى أن يشخص الأمور على أنه هو من يرى يعني هو يرى أن أولاد يرى أن التبو هم الوحيدين الذين وقفوا أمام سليمان. أنت في سبعة تخاف من قبيلة أولاد سبعة أولاد سليمان ولا تستطيع الرد في وجهها ولا شيء. أولا يا السيد رمضان للرد على سؤالك بوجهة نظري أنا أعتقد أننا نحن كل كقبائل داخل منطقة سبها نتعايش تعايش سلمي مع قبيلة أولاد سليمان ولم يكن هناك أي صراعات حقيقية والإعلام يدري بذلك ولم تكن هناك أي تخطى أو يعني داخل المنطقة سواء كانت من قبيلة الطوارق والمحاميد والحساونة وعدة قبائل لم يعني لكن أنتم كان عندكم يعني إشكال كبير مع التبو في قبيلة أولاد سليمان لكن أنتم كطوارق أيضا أنتم ماذا يعني؟ طيب أنا بنظر أنا أتكلم بعيد عن شخصية الأمور. أنا أحترم قبائل التبو وهم طيب لكن أنتم طيب ماذا يعني أن التبو ماذا يعني سؤالي سؤالي صريح ماذا يعني أن التبو اليوم يتصارعون مع أولاد سليمان وبالأمس يتصارعوا مع الطوارق؟ ماذا يعني هذا؟ القبائل الوحيدة في جنوب الليبي من تستطيع أن تتعايش معها وتستطيع أيضا أن تكون حالة سلمية في كل الجناب. يعني جميع المؤسسات الإدارية مفتوحة جميع يا سيد حسين نحن نتحدث عن دم الآن وعن معارك لا نتحدث عن يتعاملون بكل جدية وبكل طيبة مع جميع قبائل منظمات مدنية. سيد حسين اسمعني من فضلك هذا لوجهة نظري أنا يعني طيب. بعد احترامي لي طيب أنا أريد أن أسألك الآن يعني التبو عندهم مشكلية كبيرة الآن مع ولد سليمان وكانت المدة الماضية عنده مشكلية يعني كبيرة أيضا نفسك يعني وكان عنده مشكلية كبيرة معكم أنتم الطوارق. ماذا يعني هذا؟ يعني هل أنتم الصواب وهم الخطأ أم هم الخطأ وأنتم الصواب؟ أي إشكالية في الجنوب لازم يكون فيها التبو. وضح لي أي إشكالية في الجنوب لازم يكون فيها التبو. ما هي الإشكالية التي كانت بيننا وبين قبائل أولاد سليمان؟ لا احترام الإشكالية اللي اتفقتم عليها بعد ذلك في قطر واتفقتم عليها في روما. إشكاليتكم أنتم مع التبو. لا أسمعك جيد. لم يكن هناك أي اتفاق أو دليل كان صراع بيننا وبين قبائل أولاد سليمان. أتحدث عنكم هذا. أنتم والتبو ركز معي أنتم والتبو وإصلاحها في ليلة وضحاها. أنتم والتبو الصراع بينكم وبين التبو معروف. سبع السيد حامد الخيالي جزاه الله خير لطالما كان يده مفتوحة للجميع قبائل في سبه يعني ليست لطوارق. طيب خليني أنتقل أنا أتكلم عن وجهتي الخاصة. هذا السؤال كغيري هذا السؤال كسابق لم تجبني عليه. سيد رمضان أجبني بصراحتك اللي تعودت عنها في هذه الحلقة. أنتم أي صراع في الجنوب لازم أنتم أن تكونوا فيه طرف. ماذا يعني هذا؟ تخاصمتم مع أولاد سليمان الآن وكنتم قد تخاصمتم مع الطوارق من قبل. يعني هل معقول أن قبائل الجنوب كلها على خطأ وأنتم فقط المظلومين دائما؟ تفضل. والله الكلام اللي تو قلته ديما قبائل تو هي اللي تدير مشاكل مع قبائل الأخرى. هكذا يقولون الحاجات هذا ما يقولون زي ما أنت قلت تو. جميع المشاكل اللي حاصلة ما بدوا فيها التبو. وجميع الحاجات زي ما ناقل تلكنا وضحت لك نقطة بدري شكلك ما فهمت علي كويس. حاليا طبعا بعد إسقاط نظام القذافي طبعا القوتين اللي كانت موجودات في الجنوب واضح التبو وأولاد سليمان. وطبعا الطوارق حتى هم لم نصيب من قوتهم
من جهة المناطق اللي هم فيها، بس لدرجة أن في بعض الأطراف بيخشوا بزايد الجنوب صارت فتنة بين التبو وأولاد سليمان، هي اللي صارت فيه مشاكل كذا وكذا. وتوى أولاد سليمان طبعا من أجل أن هم سووا بصفة عامة سبع جميع المناصب جميع أكثر الحاجات. أنت رجعت إلى صلب الموضوع وقلت أن هناك فتنة، يعني موصول أعظم كله ما أنه أولاد سليمان عندهم مطامع أن هم يردوا السيطرة على سبع. طيب وطوارق كان عندهم مطامع حتى هم معكم أنتم؟ لا، المشكلة اللي حاصل بين التبو والطوارق ما تقارنني نفس المشكلة بينه وبين أولاد سليمان. هي مش نفس المشكلة، لكن في مشكلة في نحن يوم ما صارت المشكلة مع الطوارق ولا سكة عامة قاعدين في مرزق مع الطوارق، نحن خوت مع بعضنا قاعدين وفي غاد كذلك قاعدين مع بعضنا. هي الأجيج الفتنة اللي صارت أكيد من خارج المكانات اللي فيه التبو كذا. المهم الجميع بحثوا ما عاش لقوا حد يقدر على قبيلة التبو، لذلك وضع الفتن بين قبيلة التبو وأولاد سليمان. قالوا أضم قبيلتين قوى يقدر كل واحد يمسح الآخر، بس الحمد لله حكمنا عقولنا وزينا الموضوع هذا حطيه بروحه. أما سبا جميع سبا المرتبة 17 في الإجرام سبا توا في الليل. طيب أين هو تحكيم العقل الآن؟ أين هو تحكيم العقل الآن؟ أنتم الآن يعني تدكون المقر السادس لواء السادس ومطار سبها، أين هو العقل الآن؟ يا سيد يا سيد أنا قلت لك تحكيم العقل بينه وبين الطوارق، لأن الطوارق نيتهم واحدة والتبو نيتهم واحدة، بس نحن أولاد سليمان قاعد نقوم المشكلة الأخيرة اللي صارت. أعطيناهم ورقة بيضاء اللجنة اللي جت من الشرق قلنا لهم سجلوا عليه مطالبكم. أعتقد أن النوايا ما بين التبو والطوارق تختلف. طيب يا سيد رمضان خلينا ننتقل للسيد حسن. سيد حسن، يعني أنت الآن تقول هو صراع قبلي، وقبل الحلقة تقول أنه احتلال، يعني تذبذبت، لكن خلينا في هذه النقطة. آخر كلامك أنه هو صراع قبلي، البعض يقول لا هو صراع قبلي ولا هو صراع احتلال. لا سيد، لا تشخص الأمر. أنا كما أسلفت لك بالسابق أنه هو صحيح صراع قبلي، ولكن لا تشخص الأمر لكي يتعدى. أنا لا أشخص الأمر. أنا أنقل موقفيك فقط، يعني تبادل موقفيك. صراع قبلي. أنا من حقي أن أنقل الجمهور تبادل موقفيك فقط حتى يعذرنا الجمهور فيها. وأتمنى أن تكون الطرف الثالث أيضا للإصلاح. طيب نحن لابد أن ابتداء نعرف المشكل والأساس والأسباب، من ثم نتوجه للإصلاح وإن كان دور الإعلام أكبر أو أقل. عموما البعض يقول لك سيدي أن الذي يجري هو ليس إلا محاولة للقفز على التجاذبات السياسية، الأصل لا هو حرب احتلال ولا حرب صراع قبلي، وإنما هو صراع دائر بين الكرامة التي تريد أن تصل إلى الجنوب وتأخذه، وبين المجلس الرئاسي اللي هو يبي يعني اللي هو عند شرعية اللواء السادس وغير ذلك. كيف ترى ذلك أنت الأمر؟ هذا السؤال موجه لي. لا هذا موجه للسيد حسن. أنا أسلفت وقلت أن الأحداث أو الصراعات المشاكل لها عدة خلفية. نعم تفضل كمل. لا أسمعك. أكمل تفضل. وضحت أن الصراع اللي صار في يعني هو في النهاية حيتم تغذيتها تحويله من صراع قبلي إلى صراع سياسي. أعتقد هناك الكثير من الكوادر السياسية اللي لها مصالح في هذا الصراع وتضخيمه، يعني حتى يتم تغذيته من كل الأطراف. نعلم أن هذه الفترة تختلف عن عدة فترات اللي صارت في الجنوب، منها يعني يأخذ هذه الفرصة حتى تقوم الحكومات المتصارعة، سواء كانت الحكومة المؤقتة سواء كانت حكومة الوفاق. اليوم تنظر إلى الجنوب هذا الصراع حتى تستفيد منه. نحن رأينا عدة أخطاء كانت من جلها من داخل الحكومات الكبرى يعني. فلا يجب أن يتم اللوم على الصراع القبلي، وبصراحة الحكومات لم تعطي الجدية في إنهاء هذه المسألة، سوى أن المجالس فقط القبلية من ساهمت وأعطت جدية لإنهاء هذه الحلحلة. نعلم أنا كما أكدت وأسلفت أن هذا الصراع تدخلت فيه عدة جوانب، سواء كانت حركات خارج الدولة الليبية، وأيضا نعلم أنها كلها تتغذى من هذه الصراعات. ولا تقول أنت من تكلم وأنت من أعطى. أنا أعطيت وأسلفت مرارا وللرأي العام أن هذا الصراع في داخل الجنوب هو صراع قبلي وتغذت عليه المصالح طيب صراع الحكومية قبلي. طيب ولم طيب تكن لها أي طيب جدية طيب في طيب 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 هذه الأزمة سواء كانت طيب الحكومة هو صراع قبلي يعني. نعم. طيب هو صراع قبلي. طيب لكن في ذات الوقت عندما تقول أنه صراع قبلي تقول أن هناك قوات أجنبية تغذي هذا الصراع القبلي. سؤالي ببساطة، هذه القوات الأجنبية التي تغذي الصراع القبلي تغذي القبائل ولا سليمان ولا تغذي قوات أجنبية
دع يعني نعرف هي حينما يعطي هذا اللفظ أن هناك قوات أجنبية، إذا ليست قوات داخل ليبيا. أي دولة حينما تكون غير مرتكزة على نظام إداري متزن، يا أخي هو يا أخي السيد رمضان قال لك، السيد رمضان قال لك ولا سليمان، السيد رمضان قالها صراحة، السيد رمضان قالها صراحة، قال لك أن أولاد سليمان مجنسين معهم من قبيلتهم من تشاد ومن نيجر ونحن نقاتل فيهم. طيب أنت هل تستطيع أن تنفي أن التبو أو تثبت أن التبو عندهم أيضا من تشاد ومن نيجر جايبين يقاتلوا فيهم معهم ولا لا؟ أعطينا هالكلمة. من أنا حتى أثبت؟ أنا أعطي وجهة نظري فقط، لكن أسلفت لك أن قبائل أولاد سليمان لم نرى أي ارتزاق لهم ولم نرى أي سوء للقبائل المتجاورة لهم. كما أعطيت سؤالك أن قبائل التبو كانت لها عدة صراعات مع عدة قبائل، حتى نحن أيضا كقبائل الطوارق كان لنا صراع معها داخل أوباري، وعانينا وأعطينا عدة مذكرات أننا نعاني وهناك حركات تدخلت من الخارج، رغم أننا لم نسمع أي أذان صاغية لعم معاني في الفترات السابقه. طيب خلينا ننتقل للسيد رمضان. احتكم حكماء قبائل الطوارق الى ان التبو يعني انا طيب سيد رمضان، يعني عندنا سؤال مهم الان، يعني نحن حتى لو كان الامر لكي وصل الرساله، نحن كما يعني المجالس للقبائل الطوارق دائما نحتكم الى العقل ولا نريد ان نؤجج الفتن، فهذه هي رسالتنا وهذا هو هدفنا من طيب بارك الله فيك في الجنوب، ان نحتكم الى العقل ونبعث هذا المأمول دائما، التبو والطوارق واولاد سليمان هذا المأمول دائما بين الليبيين جنوب ليبيا. خلينا ندق السيد، والسيد رمضان هو اكثر من يعرف نيه الطوارق وبساطتهم في احلال هذا السلام. طيب سيد رمضان، يعني حتى لو كان الأمر صراع سياسي ليبي ليبي كما يقول في الجنوب، هل لك أن تنكر أن هناك قوات أجنبية تتواجد في الجنوب تبحث هذه القوات عن ولاءات مختلفة لأجل تمددها في الإقليم الجنوبي، سواء كانت تبوية أو سليمان أو طوارق؟ باهي، كيف ترد على الباحث الليبي وأستاذ العلاقات الدولية والسياسات المقارنة إبراهيم هيبة عندما يتحدث عن وجود قوات تشادية نيجرية تبوية متوزعة في الجنوب، يخص بالضبط حركتين من أجل الديمقراطية والعدالة وكذلك القوات الثورية المسلحة من أجل الصحراء، والذي مثل أحد قادتها محمد صندو التبو في اتفاقية الدوحة للصلح بين الطوارق والتبو؟ فضل. طبعا هذا الباحث هذا اللي توه تكلموا عليه هذا شكله قاعد يخرف، والحاجة الثانية أن يكون في قوات أجنبية على أرض ليبيا بصفة عامة، نحن تبو معنا عندنا أقمار صناعية باش نشوف ليبيا كلها شن فيها. لكن لا في لكن الجنوب، في الجنوب يتحدث في الجنوب. جنوب بصفة عامة زي ما نحن قلنا لكم، نحن ما ندخلوا في مناطق ولا ندخلوا مع مشاكل مع منطقة أخرى. سابها بصفة عامة، ما دام كان نحن نبو مشاكل في سابها رقشينا وشفنا كذا كذا. هذا كان في قوات أجنبية داخل سابها، هذا جاوبوكم اللي جاوبكم عليها، هذا مولاد سليمان اللي متحكمين بسبب صفة عامة، هم كانوا يبي يقولوا عن عدناش أجانب، عندنا جماعة أخرى من برا، هذا كله راجع للدولة. أما نحن بصفة عامة قبلت التقو بصفة عامة، لا عندنا قوات أجنبية تبوية يحاربوا معنا ولا عندنا قوات أجنبية جايات من في منطقة أخرى، هذه من فوق قطعا. المستعدين من تو القناة تعكم قناة النبأ بارك الله فيكم، مستعدين تعالوا وصوروا وشوفوا كل حاجة وخشوا في أي منطقة تبوها. لكن السيد البيت الكلى تبوا تأكدوا السيد حسين يقول لك موجودة، السيد حسين يقول لك موجودة، هذا الشيء موجود سواء كانوا من هنا ومن هنا، لكن هو موجود. سيد حسين تو نسمع في كلامه، ما أظن قال عند التبو قوات أجنبية، ما قال الجميع هناك، قال هناك تجذبات وهناك قوات أجنبية. خلنا نرجع له سيد حسين، هل تؤكد وجود قوات أجنبية حتى سيدي ما كانش مع التبو ولا معك في قوات أجنبية في الجنوب ولا ما فيش؟ أنا أكدت يا سيدك، أتمنى أن يرد هذا الرد على أنه رد سيء، لكن أنا أكدت أن حين تكون الدولة غير متزنة سياسيا وبها صراع سياسي أكيد يكون هناك فراغ أمني داخل الدولة، سواء كان من الحدود سواء كان من الداخل. هنا أي تمركزات داخل خارج ليبيا تستغيث وتستفيد من هذه الصراعات. أنت من الجنوب، أنت من الجنوب، هل هناك قوات مرتزقة أجنبية في الجنوب أو لا؟ سؤالي والله لا واضح، أو من قبائل أولاد التبو. يا سيد حسين سؤالي واضح، أنت من الجنوب، هل هناك هو يقول نعم. أن هناك قوات تشادية ونيجرية مع أولاد سليمان، أنت هل تقول أن هناك قوات أجنبية أو لا؟
حتى سيدي مش مع التابو يا سيدي، هيك جاية قوة تزريبية فقط هكذا في البلاد. أوكي، أنا أستطيع أن أرد لك على السؤال حينما ترد أنت وتعطيني أدلة جيدة أن قبائل ولاد سليمان يعني أيضا لهم ناس من برا من تشاد ولا من نيجر يدعموا فيهم، يعني كلها هي في النهاية تهم وخرافية بلا أدلة. أنا قلت أن هذا الصراع كله يتأجج بصراعات سياسية ولذلك تتغذى منها حركات خارج هذا الصراع. فيعني أنت أيضا ليس لديك دليل وهم ليس لديهم دليل. إذا سيد رمضان ليس لديك دليل. طيب جيدة. خلينا نقول هذه سيد رمضان أنت ليس لك دليل على أن أولاد سليمان يعني يساندهم قوات أجنبية من تشاد والنيجر، أعطينا الدليل. الدليل يا سيد زي ما ناقلت لك الدليل واضح جميع، حتى كان تجي تشوف المصلحة الأحوال المدنية في منطقة سابها بصفة عامة صرفت أرقام إدارية، وأرقام إدارية تصرف المن كلها صرفت ضد أولاد سليمان. أسألوا مصلحة الأحوال المدنية تعتبها، أسألوهم شوفوهم اللواء السادس ولا اللواء اللي مش عارف هذا القاعدة هذا، خشوا عليهم شوفوهم الموجودين جوا، كان الموجودين جوا كلهم ليبيين تأخذوا لتبوه. نحن ما نبغى نحارب دولة، ما نبغى نحارب جهة معينة، وكان جماعة الكرامة جايين بيديروا فتن، وكل ما يصير مشكلة يدروا لي اجتماعات في تمنهلت والله يدروا لي زعزعة في المنطقة الجنوبية. نحن ما نرضى بهذا بالكذب. طيب نحن الناس طيب إلى أن تكون طيب ليبيا أخيرا واحدة حتى أختم معك. أعتقد أن مسألة الرقم الإداري حتى الطوارئ تم صرف لهم أرقام إدارية رغم أنهم يمتلكون كل حقوق وقرار جنسية لم تخول إلى إعادتها. طيب سيد رمضان، أرقام إدارية بعض الأفراد فقط بالطوارئ، بس أولاد سليمان بصفة عامة أكثر من ألف نفر، أكثر من كم نفر أرقام إدارية بصفة عامة. طيب سيد يفرض الموقع من هنا ومن هنا. سيد رمضان منذ قليل يعني أعتقد يعني بالأمس مجلس أعيان القبائل التبو يعني أعلن تأييده للقوات المسلحة بقيادة خليفة حفتر، وبالتالي هل هو صراع قبلي صراع احتلال أو صراع سياسي؟ تفضل في آخر 30 ثانية ليك يا سيد. أي حد يطلع في التلفزيون يأيد خليفة ولا يأيد أي جهة هو حر، ما يمثل قبائل التبو. هذا بيان مجلس لقبائل التبو يمثل روحه. نحن بصفة عامة قبائل التبو قريب 38 قبيلة، نحن ما نرضى أن حد يحط على جهة معينة. نحن ليبيا نبغى يد واحدة، الجنوب نبغى يد واحدة، الوحيدة اللي تعرقل في الموضوع هذا يهي أولاد سليمان، هي اللي تسعى طيب الى عدم توحيد صفوف جماعه الجنوب. اشكرك جزيل الشكر سيد رمضان، والله بيان قالوا الجماعه كلهم يتكلموا على الموضوع هذا يعني. اشكرك سيد رمضان وردكو احد داعيين قبائل التبو، كذلك الشكر للسيد حسين كويبي المتحدث باسم قبائل الطوارق والذي للاسف يعني بدل وغير رايه من بعد ان كان يرى رايا اخر على الهواء يغير رايه، لكن لا باس هي السياسه كما كذلك. وهذه الحلقه عباره عن نموذج مصغر لما يجري في الجنوب بكل اختلاطاته وتلخبطاته. إلى اللقاء.